محمود عبد الحسن باكوس كسلو جوب جوك مركة أقوى رئيسة وحا مركة حكتا واحد كم يدحيد رقي أتر تماي كراستن بنان دودو كتاقن تهي قدقة دورشة ده إن أي دورشة كستو دالك كان عدو مسؤول كيهين ما دودك قبطان محا دود دين نؤيتا دود أنك قبل نحوي أنا جو عن حلبان مركي قدقة لسمينا هي قدي أنا سشرعي الدستور كهذا لي قطب كبقول يكو لبي إتمن بكلش قطب كبقول يو لبي إتمن كوي إتمن جي دستور كهذا لي دستور كسمية كبعد دستور كلا لا أنكمي وزارة دستور كشروع وزارة إرمان قدر سواء سمية شروع ديسة بارمان قلها وزير الجي بارمان كالجي ماذا حوينا هذه كرات بسوساني ساسي هي أتقارن الدستور يكو تاي دستور كهذا لي شاهد ما كان أصلاً نظام شقون كود بعدين شقون كود من ديت كود حواء 2020 إذا تكل دورة شجارسيان وقعت من ديت كود هذا واحد 2020 كسر سوق مراجل هذا مري والله ربع إن لشرح سيد السويد وضد هذا تاجن أكو سبسن بوحين تكراس تبناناتي وقعتي إن برلمان ك وحصوص عري شرعي حق سينا يا أما فري جودي دورة شرط قرن إنه كراسة بنان سبوحيو وترتن كي يدل راعي هبكي لو مريد لبحي دورشة ضدبن إن لو سبوحيو كراسة هاس هبكاس أما شرع جاس مجرم ما ليدهن أذنك كراسة أو مش كبنانات شنو لو سبوحنا الدستور كشيء يعني واجت قطب كأفراد الدستور ك رشيء جاي شرع هذا إسلام ككسكو واجت دستور كوا شرع وسرية الدلك واتا هي أدبل ب كما ذهب هي أدبل بنا إسقى كل رقم يسا. واتا. واحد دستور كوري معنا إن شاء الله ما. مركز دستور كوري شرعي وسرعي تلك. إسقى عن قدر ما إسقى اللي يسكون داري. إسقى مركز محلية دستور. دستور كحلية هاي. سكليرة وحوش شيء جاية. قدر بك كنتني سيارات وحكم كوبين سدح فقرات. واقرت. أو كليرة عند عروق جري. فقرات الكواد وحوي سدح حلك اللي جويناي. واقرت. لمشو حلك التجس. حكم محكمة كوكو حكمته شاتر شاتر وسعد حلك كويليس حلك سيد كويليس عمل حلك حد كويليس قطب كلا بعض هالشيء جاي مركب قطب كلا بعض حليه هدي حلبان بنيو كرسي كست معكوا بنيو حسوق لي دور شيء دور قف كي كحيل ست وصة كليرة وأنا آخرين كرتا أرتيكل 59 هدي أنا هل كان وهذا ورسمه وأركي أوكي قطب سيد حد حشية قطب سيد حشية إن لقوا داريو مدة صد المعلومة ده يا هبراعي سما هبراعي وحشيجة قطب كونتوني سديدات سيد الجلايو وحوى إن الصومالي هاي إن عفمات كانوا في عين إن الدين بيجلن إن الشيء لو عتسن جرتوا إن أويران شهاد مسيرة كاسد مريسا وقعت قد يدور شيء قد بنا مرج قطب كاس استعمالين بروسيو تركي كاس مرك بروسيت قد كاس وحى كسينا شهادو أتكو ترتمي كرتم وقعت حتى مر ترتمي كشو مرك ست حكوا قلا أما لبوا قلا أما أورد قلا أما امتحان قلا وقعت point sales درانا هدي أرضو قلنا second sales درانا هدي امتحان لقلنا point sales درانا سعاشنا كين سعاششنا كين كاسي ديتر وكين ساسلس وحياة بركة أنا جني كان كتر تني سا نيكا كوبادا تي ساعتي من أدرى هو كبع مش نيكا لبعض كتر تني أنا إيه واحد قرر مركي إلا عدي إن نيكا لبعض عسير الدستور كم واقرت هدان أني ما إنه واحد جرى شرع برلمان كو صوص عريق آن مش لوغا ساري وقطف كاس هدا اسود ريشتي كونتون اسغال فرقدي سلابات اورنايي قفكي كالنتا بوس كلابات غلاي حسو بوخيو هدي كراس بناناتو شرعيغاس ميان ان لقدريو او لوغ دقما حين او قطف كان اريا بارمان كو خان كو جيرا مودا دهر رغي دستور كان كسو شقيانه مودا دهر واغرت قطب دستوريا قرار بارمان ما بدل كرو واغرت تا صورت وين هوست كاريد قطب دستوريا سيد لو بدلي كرو هدانا ما قرنتها قطب دستوريا لو بدلي كرا إن موشين لكيانو بارمانكا لقد دودو بقول سيديتني أفر عط لقو بدل كبعدنا أقل كسر هدو وحي للي وأقل كسر اللي أقوليسي قول جادو ماشي هيد كي كوحيق هقلو كنتو يكوو إني جليان مالا سمعين قرار مركب بارمان ما بدلي كرو قطب دستوريا ورشرعي إن لبرتال روح وكان هدي أن أني مادنو وحليها قطب كان هدي لي رادها لقو نقمو وحمرك قار شكي قلنا يا متلاد السحرة تصال إحان هدي لبا مدنى أما لبا شخصي كتر تمين كرسي أو قف وحلي كنتن عط قفك كوحي جينا وهل عط حلي هدي قفك كنتك حلي وبوسك بنيو سيدابا لو أرنكرا
qofki hal cod helay booska soo buuxiyo taaso لكن مرة قرأ أترتك جلس أم أرد قال أم امتحان قال أم دورش قال هذا بروسيجر بحنيسا أيا دي بيسا صورة جينيسا هذا كذا اسمه قل كذي مرة بروسيجر كذا بحشو هذا إلى أنك لو أتينا أنك سد عينك طبعا نقول تبعنا اسمين اسمه لكن حكومة هي شرعية دا دورشة تجلس لكن مي فهمت مرة قال شرعية دورشة اللي يس كذا كسر كشو هذا كنت دي ذاته هذا ما فهمت الرجل ربع إني عاشو ماشي كده لشديد لنا شرعي ما فاكرت هذا نقول ما إن een doodan waxa soo gashay maxkamada oo go'aan soo saartay een xilliyada ugu dambeeyay maxkamadu waxay taageertay in gudiga doorashada ay saxan yihiin oo arintan inay doorashada qabtaan ay ku saxnaayeen si boosaska banaan loo buuxiyo sidee baa aragtay go'aankaas hadii aan go'aanka ka hadalno ama shay ku soo gashay anaga dacwadayaal anaga dacwaneen waa garta gudiga doorashooyinkii anaga seen dacwada ku wada galnay gudoonka baarlamaanka 4 bilood ka bacday bishi ogos kursi waxa la baneeyay afar bilood ka bacday warqad loo soo qoray waxa la yiri kuraas soo buuxay konta iyo koonu soo buuxay qodobka 110 ee dastuurka halka yaal wuxuu leeyahay amar lama siin karo wax kasta waa ka madax banaantahay marka cid inta warqad u qortay konta iyo koonu soo buuxay amar siismo ay marka waa madax banaanay waa ka baxday laakin hadii go'aanka shacabku yihiin cid igay faa'iis wada gashan hadii mar amar la siiyay madax banaanida waa ka baxday barkii waxa ay xukuumadda iyo heed kasto siyaasadeed ka madax banaanayeen marka amar la siiyay marka 4 bilood hore waxay u gali waayeen wax amar laba siin waxba yaan ma haysan go'a heed la siiyay waxa ay saas u qabtay sida u qabtay sharci muuleed markii inay u qabato waay bacda ma qodob qaraar baarlamaan u san bedeli karin qodob dastuura halkaas horta kiiska bilaabay anaga waxaan dacwada iyada u geeyney 26kii bishii ogost bareenadeen u geeyeen dacwadiina markaas maxay markaas bilaabatay waxay oranaysay bacda ma hal soo buuxay leeyahay meesha aan wax ku lahayn halkaan la keenay arranka mexican soo ma afarti bilood ay eegaysteen meelay giyaanay waayeen magta anaga inay noo yaraan marayna oo xageenadi ah marka xagee geeyneysan halkaan la geeyay maray waxa la geeyay gudiga doorashooyinka 26 bisha ogosta qareenada warqad u geeynaanay aan leenahay dadkaas aan nahay qodobkaas aan leenahay waxaan codsanayaa in loo dhaariyo baarlamaanka laba bilood iyo 10 maalmood haysteen waxay diideen inay qoraal la siiyaan inay jawaab na siiyaan qareenada u celiyaan maxkamadaan u ceelgelin waradii marka aanan anaga dadki waa la diideen jawaab inay siiyaan waa la diideen muwaadiniin soomaali xaqeena dastuuriga la diiday xataa xaqa muwaadinka dastuuriga xafiis dowladda warqad aan wartay xaqda u leeyahay jawaab la siiyo cadeen ku siin mayn maxkamada u noqon maxkamadii warqad bay soo qortay waxay u qortay gariiqaanka guud waxaan u dhigisha gariiqaanka guud baa loo qoray warqadeeda baas halkan ku haya gariiqaanka guud warqad buu u qoray gudiga doorashooyinka oo isaga mas-uulka lawyer u ah ilaa dowladda gariiqaanka guud ay lacag ku bixisaa oo heedaha dowladda difaaca marka haysteen saddex week gariiqaanka guud uu la hadlay bi telefoon oo u yimaada waxay ilaahay anaga qoraalka ma ku siinayno warqaday ku qorantay heedaha dowladda waa ka madax banaanahay go'aan aan gaarnayno lagu qabsanay male warqadii u keenay dacwada waxaa la furay waxaa la furay 7 January si aradku imaata ku sheegay 7 January maxkamadda la furay nin baa gudoomiye ka aaliyaado maxamuud faarax laba garsooran dhacay ka fadhiyeen gariiqaan ku yimid warqadii su keensaday warqad halkaan aan ka tusayaa uu leeyahay imankii jawaabta say isiyeen sida darteed sida sharcigu qabo maxkamaddu ha raacdo anaga dacwadeen waa geysan wuxuu yiri maxkamaddu waa xiran tahay wuxuu qoray warqad oo doorashadii johar ku joojinaya waa tan hadda meesha ka tusay idinkana ka soo jawaab u leeyay gudiga madax banaan u diray doorashooyinka waa gartay warqaday soo jawaabeen marka warqaday koobi waxay siiyeen gariiqaanka guud maxkamaddiina jawaab u soo direen warqadii ay qoreen looyar qabseen oo private madax banaan waxay ilaahay dowladdan ka madax banaanahay looyar private qabseen maxkamadda la isku soo noqday 7/20 waxaa soo noqday 5/20 la isku soo noqday 5/20 waxay yimid qareenadii private ka ahaa iyo anagii iyo gariiqaanka guud maya gariiqaanka guud ma imaan meeshii buuqa ka dhashay buuqa ka dhashay waxaa waaye qareenada waxay ilaahay anagii qareena private ah dacwo uma qabno qof shaqsiya oo meesha qoranna ma dacweynoan anaga waxaan dacwo noo taala gudiga doorashooyinka qaranka gudiga doorashooyinka qarankana gariiqaanka ka mas-uula isaa looyara dowladdan isay lacag ku bixisaa isaan hay-adaha dowladda difaaca niman baraibada anaga dacwo nama dhex taale buuqii meesha ka dhacay maxkamadaa la xiray
محكمته نكي حري وحناقي بلو كده تيجي محكمته حري تالي أنا برتستا وحن كسميني قاديجي أريت أسكت شقي عمشان قدامي محكمة سرنيك واب بدلي قدامي عشوا لو بدلي واجرت ما ضل بالغبتي وحال سوق تيجي مركا تدبي لاتنك واجرت تدبي لاتنك مركا مش سوق غريان كان وايم مركا واتا نمان كان وايم ماذا الوالد مدح بنان نيكي غريان قلت حيري أنا قال لا بس شيء كلي عربان أكيد جواب تان محكمة سأم ضدن وضن هي أدن إن يتاه هي أدولة أو قرن كأشقة أو ميزانة دولة قالت أشقة عليها أشقة على دولةين أو بارمان يقول وزير مرت أمد حيول ذكرت كسر سمي إن يتاه هي أدرايف هذا أو جوب جوك لمدة وقعت نمك بوقت وقادين قدار الفلسطين وصلنا ذن بعد ذن هي أدن وهي أدولة توي سلا قرينا برايفت ميلان كرتة بنانك أباه وقعت وقعت هالكاسة قبسة وقعت هالكاسة وقعت مرة هدي مركا هي دولة نقطي دورشيدي أي جوجي وهي محكمة دو أي سي سي أي جوجي ويس وأمريكا الدولة دي ديدن أمر ملك لا أي كقاتين أي استعمالها يعني أو إلين قرار برلمان يوقف ناس وغرب غير أو فرقلين وسمي كان شباب أمد دون أقول لك دورشيدي كوي جوجين أمد تيجي ورقد الناس وغرب يعني نوجيس ساسا هرت باش لو قالي درا بان لقالي مركي يجي لساري قريران قلت حير هلا إيشيو برتو وحالي بري وحيمانة سا أفرسا وشلي وايماني نيكي واسو داهي او غريغانكا غودا شان ساعة لفري محكمة دي انا يانا لقيستي وحان عرفنان ويدسني كبعد المحكمة دي واحران تالله وانا كان على صوت ساري مركا لو يرادان مانتا لو سو ديبي حتى مالها معان قولا دا لوغة دي مالها دولاني مو مجدد واقرتي هل كان مركيسا انت بحال قرينا لوغة دي محكمة واقرتي هدان سوسو دوبنو اذنك كورسيغان مكوراسان برانو حاوتر تنتين يو دورشادو ببلاو احايد aan hadda oo ragga idinka guuleystay ee meesha ka baxeen maxaa dib ugu aragteen in hadda u tartantaan oo laga yaabay maadaama ragii markii hore meel fiican soo gaaray ahaydeen inaan ku guuleysan lahaydeen maxaa u tartamay aniga sharci ah weelay ninkii labaad waxaani gelay aran lacag iyo qasaari iyo oday iyo jid hadda isku jilibkii qabiilka imaana qabiilka laba imaana aanan la tartamay marka aniga I don't know what's the difference in adiga lagu diido oo isla qabiilka lagu fariisaneysin in qof kale oo lacag laga bixiyo odayaal la raadiyo aniga ma garan iyo dastuurkiisa waa garta ugu dambeyn maxaa hadda falaysan maxkamaddu maadaama go'aankan soo saartay doorashadina socoto qaarna la qabtay kursi kuraasta qaar lagu kala baxay qaarna gudigi leeyihiin waan qabaneyna maxaa warqadan maxkamad soo saartay waa unconstitutional waayo waxay halka ku soo qortay qodob qaraar ah oo madashi ah dalka dastuur lagu xukumaa waa garta waxay ka booday marka in dalku dastuur leeyahay sida darteed maxkamaddu waxay ka booday inuu san dalka dastuur leeyahay ee lagu maamulayo madashi marka dambi way soo ma madaxweynaha mas'uulka ah inuu difaaco dastuurka waagarta custodian of the constitution waagarta maxamuud abdul xasan bekos ayuu kaasi ahaa